اهلا بحضراتكم مره تانية. جماعه الاخوان الجماعه الارهابيه انتهجت سلوكا من العنف والاغتيالات والجرائم في حق هذا المجتمع بالكامل باطيافه وبطوائفه. بنتناول مع حضراتكم هذه المحطات الاجراميه في حياه الجماعه. بجدد التحيه مع ضيوفي وهبدا مع حضراتكم ونستكمل يعني الحوار بتقرير هيومن رايتس ووتش اللي صدر النهارده. والحقيقه انه هيومن رايتس ووتش ليها ويمكن اتكلمنا في الفاصل سريعا اكتر من مشهد خاص بالتضليل وعدم رصد الصوره الحقيقيه، عدم الحديث عن شهدائنا على سبيل المثال من قواتنا الامنيه. بتتناول ما تختاره هي وما تحبذه هي. النهارده هيومن رايتس ووتش تتحدث عن عدم تقديم الرعايه الصحيه. هبدا مع حضرتك استاذ صلاح. عدم تقديم الرعاية الصحية لمحمد مرسي العياط ومنع زيارة له من قبل أسرته على اعتبار ان منع الزيارة ان صح ده بيمثل تأثير طبي يعني. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، خلينا نتكلم بالمنطق. حادثة وقعت تقريبا 4:30 على مراحل المستشفى وقالوا وفاته رسميا، يعني بدأت الناس تعرف انه مات الساعة 6:30 متهيألي كده. لا قبل كده، قبل كده لا، هو وقع في ال 4:30 حضر للمستشفى. البيان معايا، بيان النائب العام، حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة 4:50 مساء. كويس، عايز اعرف بس مهنيا انا قدرت استعلم عن ظروف الوفاة ازاي؟ عما اذا كان مقدم لي رعاية طبية في الوقت الحالي ولا لا؟ قدرت اعمل ده امتى؟ وصيغ بيان امتى؟ وترجمه امتى؟ وطلعه امتى؟ الا اذا كنت مجهزه او المنتاليتي بتاع العقليه جاهزه لاعداده. انا فاهم الظروف الصحيه للراجل ده اللي كان مصاب يعني كان وعامل عمليه في المخ وحالته الصحيه فيها مشاكل، مع ان انا راح المستشفى يعني اتنقل، انا اسف، راح المحكمه اتنقل وقاعد في قاعه مكيفه وطلب الحديث وطلع بره القفص ووقف واتكلم ودخل جوه تاني، وبعد ما دخل في اتنين محامين بداوا يترفعوا اغمى عليه وقع. ده المعلومات اللي بيتداولها العامه، حتى بعض الناس اللي كانوا موجودين جوه قاعه الجلسه. لا في اي حاجه تؤدي لاي شيء الا لو انا قاعد بدور لك على حاجه من دي. لازم نلاحظ بقى الواتش بتشتغل ازاي. دوري لي على تقريرها بتطلع امتى، اختيار التوقيت الاول زي ما احنا كمحاميين يعني بندور على الشكل الاول حاجه، بيطلع امتى؟ دايما نلاقي كده تقاريره من اي نوع بتطلع قبل مناسبه مهمه بتمر بيها مصر. عندنا دوره افريقيا، الاحتفال ب 30/6، افتتاح مش عارف اي حاجه من دي، تلاقي تقرير طالع. انا هفكرك وافكر نفسي وافكر الاستاذ المشاهدين بابسط حاجه عملوها تؤدي بوضوح، جالي لا يقبل الشك انهم منظمه غير محايده وغير مهنيه. بيعملوا تقرير، عملوا تقرير عن ربعه وجابوا فيديو في يمكن للمقدمه التقرير 3-4 دقائق. قعدت اتفرجت عليه، لقيت لقطه على احد الارهابيين واقف في بلكونه وبيقعد على الارض ينكمش كده، واشهد ان لا اله الا الله، وفي ضرب، صوت ضرب رصاص. ده كان مزيف. لا 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 لا، مش مزيف خالص، لانه ده متصور في رابعه. صوت الضرب ده حاجه واضحه جدا. كان في فيديو تاني كان كان شبيه ده. انا لفت نظر الموقف انه واقف في بلكونه وقاعد على الارض، فمشيت الفيديو بالراحه، مشيته بالراحه الستوب موشن يعني زي ما بيقولوا. لقيت جنبه الولد على الفيديو بتاعهم مش عند اي حد تاني، صندوق تحت رجليه على ايده اليمين، صندوق محطوط فيه ازاز مولوتوف مغلفه بالسلوتيب كده وجاهزه للالقاء. لما تشوفي فيديوهات تانية من بعيد تشوفي اللي بيتحدف من نفس المكان اللي خارج منه. فهم داخلين، ما ضربوا او ما ضربوش، الدليل على انه بيستخدم سلاح واضح جدا في تقرير الواتش مش براه. ده ما شافوهوش ولا هم تعمدوا يمروا بسرعه ويجيبوا منظر الولد بعد ما ساب الازايز وقعد وايقن وهيتقبض عليه او هيتضرب، ما حدش عارف. خلاص في اللحظه دي لازم ده يتصور كويس. طب جابوا بقى المعلومات اللي بنتكلم عنها،
امتى وفين. انا عايز مهنيه، حتى وانا بتكلم مع اعلاميين بنقول ايه، ولم نستطيع التاكد من صحه الخبر لوجود مصدر اخر لتاكيده. انت لا جابوا مصدر اخر او مصدر اولاني، مجرد خبر طالع عن حاله وفاه طبيعيه، ربنا اراد يحمي البلد دي انها كانت على الهوا، ان في كاميرات وباينه وجوه قاعه محكمه، في شهود، في مواطنين، في محامين، كل ده موجود، في متهمين معاهم كمان. اعتقد ان الامور هتتضح بكره ولا بعده. انا اثق في براعه الاجهزه الامنيه المصريه في انها تعالج الامر ده للرد على هذا التقارير مدفوعه الاجر. التقارير دي مدفوعه الاجر. انا افتكر حاجه كمان بقى، احد الحقوقيين كان بيتكلم معايا على حادثه الاتحاديه لسه بنتكلم فيها. هو انا عرفت بعد للاسف بعد 30/6 انه اخوان كان مسؤول الفريدم هاوس في الشرق الاوسط، هو اردني. انا عرفت ده بعد 30/6 من موقفه الغريب جدا، ملوش علاقه بالحياديه ولا بالاخوان بالحقوق الانسان اطلاقا يعني. بيتكلم معايا بيقول لي ده احنا هنعمل واحنا هنسوي. قلت له احنا مين ما تفهمني. قال لي والاتحاديه ما حصلش. قلت له لا حاسب بقى، انت بتتكلم مع حد خبير في التوثيق. وبقول لك احنا عندنا فيديوهات، وبدات ابعت له كميه فيديوهات ها على على الفيسبوك على صفحته، لدرجه انه لم يتحمل وعمل لي بلوك فورا يعني. التعامل واضح جدا. انا من التلفزيون والمصري والبرنامج ده بتحدى اي حد من الواتش، بتحدى واراهن بشرفي وعملي كمحامي وكحقوقي وسمعتي، اناظرهم في هذا الامر وفي تقرير وتقاريرهم كلها اللي بعد 30/6 في اي مكان على الهواء مباشره وبوضوح، واتحدى ان جاروا احد منهم ايا كان جنسيته ايا كان المكان اللي يختاره ان يناظرني في هذا الامر على الهواء مباشره دون اي مونتاج ولا غيره على الهواء. طيب استاذ احمد، هل هيومان رايتس ووتش اصبح ده نهجها بشكل عام ام هناك تربص لمصر؟ لا، هو طبعا في تربص في مصر بلا جدال من سنين يعني. من اكتر من مش 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 بعد من 2000 وبس، ده من سنين. لكن ده من يعني من اجل هذه الاسباب يعني، التخديم على المصالح الغربيه اسست هيومن رايتس من ساعه ما ابتدت بحجه يعني مراقبه اتفاق هلسنكي ما بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربيه، وانها هتراقب التزام الاتحاد السوفيتي بيه في منتصف السبعينيات لغايه النهارده، وهي اداه في ايد المخابرات المركزيه الامريكيه بلا يعني اي جدال. اللي يجادل في هذا الكلام يبقى حد مش فاهم اللعبه كويس وما عندوش تفاصيل كفايه. لكن مش بس زي ما قال الاستاذ صلاح بتطلع تقاريرها في اللحظات اللي ممكن فيها شوشره على احداث مهمه قبل الدوره الافريقيه مش عارف، لا كمان لقنابل الدخان على احداث ارهابيه يعني. التقرير اللي صدر بخصوص سينا، هذا التقرير اللي يعني حتى صياغته ركيكه وممكن نقول معلش انا اسف يعني منحطه، صدر قبل الحادث الارهابي اللي في العريش بايام يعني. راجع كده التواريخ هتلاقيه صدر تمهيد كما لو كان تمهيد للحادث اللي حصل. التقرير بقى في منتهى الخبث، شوف الصياغات بتعمل ازاي، سيبك حتى من العنوان والركيك زي ما قلنا، لكن بيتكلم على طرفين في سيناء، فيدي انطباع عند العالم، لان طبعا العالم مش ما عندوش تفاصيل اللي عندنا، مش عارف ان سيناء منطقه خارج الوادي يعني متطرفه عن باقي البلاد، فبيدي انطباع عند الراي العام العالمي ان في مصر في قوتين بيتصارعوا على السلطه، فيقول لك الطرفين بندين يعني منهج سلوك الطرفين في ضد الاهالي، وبعد كده فبيدي انطباع ان احنا مش طرف شرعي وطرف خارج عن القانون ومجرمين واحنا بنطردهم، لا الاثنين راس براس. الحاجه الثانيه يتكلم على انه بيدين تعذيب عدد من المواطنين على ايد داعش او الجماعات الارهابيه في سيناء، فيدي انطباع على ان في هيمنه وسيطره على مناطق واسعه في سيناء من قبل الجماعه الارهابيه والامن مش عارف يعمل حاجه. بيتجاهل بقى نتائج او نجاحات او انتصارات لقوات امنيه لرصد عناصر بيتجاهل مش موجود على الارض. ده بيتجاهل كل حاجه. الاول يعني افضل موسم للدراسه كان السنه دي. مش بس بتشهد العريش حاله طبيعيه من المعيشه وباقي الحاجات، ده انت كمان واصله الى مراحل ما كانش حتى موجوده في الاحوال الطبيعيه يعني. لاول مره بتعمل مركز لاثاره القلب في سيناء وما كانش وعمليات القلب مفتوحه ما كانش موجود قبل كده يعني. فانت هو قادر بتقريره دي اللي تبدو عند منظمات حقوق الانسان طبيعيه ومنطقيه وصدر في اوقات عاديه جدا، لا قادر يعمل ارتباك كبير ما يتمش الا اذا كان في سؤونيه
وفي جهات بتدير وبتمول. هذا البيزنس بالمناسبه بيزنس ضخم على مستوى العالم، يعني عايز اقول لحضرتك احصائيه او رقم، 622 مليار دولار حجم التبرعات للجمعيات والمنظمات الخاصه على مستوى العالم. هنا 2017 52 مليار جنيه حجم ميزانيات الجمعيات الخيريه كلها والمنظمات داخل مصر. فانت قدام بيزنس كبير كان لازم الدوله تتدخل وتشوفه وتشوف تفاصيله جاي منين ورايح منين، والا ما كانت المسائل هتبقى اصعب من كده. لكن عدد من المنظمات الدوليه ودي اولهم هيومان رايتس بلا فصال بتعمل لصالح مخابرات غربيه تستهدف مصر وتستهدف اي عدو للمصالح الغربيه كلها. طيب استاذ صلاح، يعني هستكمل الحوار معاك الخاص بهيومان رايتس ووتش، ويعني السير في هذا الطريق طوال الوقت، يعني ده لخدمه مصالح، لخدمه اجنده معينه. شايف ازاي ردود الافعال على تقاريرها دي او على ما تحاول ان تضلل به العالم وعدم رصدها للحقيقه وللواقع؟ هقول لك بقى، اكذب وكرر الكذبه وتجاهل اللي بيكذبك، بعد شويه اللي بيكذبك هيزهق وهيحس خلاص الناس مصدقه انك كذاب وانت مصر على الكذبه وعمال تكمل عمال تكمل، بعد شويه الكذبه بقت مقبوله، الكذبه بقت مقبول سمعها، بعد شويه الكذبه تحول لشبه حقيقه، بعد شويه تبقى حقيقه. هم شغالين بدأب و زي الاخوان نفس القصه، استمراريه وما فيش ردود، ما فيش استجابه، مفيش ديبيت بيدور حوالين حاجه. هو شغال بيكرر 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 لغايه بعد شويه الموضوع اصلا مش ممكن هذا التكرار يبقى كذب. لا هو شغال ولا نتراجع، زي شريط القطر كده ماشي لقدام وما بصش ورا، مش منتبه لاي حاجه. لا فرقه معاه مهنيه ولا فرقه معاه مصداقيه، هو مركز في نقطته وماشي عليها على طول. ونلاقي التوم بيعلى زي ما بيقول الاستاذ احمد وينزل، اختيار التوقيتات، اختيار الموضوعات، الامر واضح جدا انها معركه متعدده الاقطاب، مش على الارض بس، مش سلاح بس، مش ضغوط دوليه بس، لا وتوقيتات. الضغط على المواطن العادي، تكرار الاكاذيب وبعدين انا اخدها عندي من سين لصاد لعين. يا فندم في قواعد حقوقيه تواطأ عليها العالم كله، اتفق عليها العالم كله، الناس بتمشي عليها بالظبط، القواعد والمعايير الحاكمه المنظمه ولا يتعاملوا معاها اطلاقا. هو بيقول لك طلعوا بيان من غير ما حد يحكم، ما حدش لحق يعمل حاجه. يعني انا عايز افهم امتى اتاكدوا من الخبر، امتى راجعوه، امتى اديناه المختصين؟ ما انا في النهايه انا مش دكتور، انا لازم اجيب حد متخصص. ايوه الناس دي بتتحاسب ازاي؟ يعني دلوقتي احنا شايفين اختراق صريح بدليل انه الوقت هنا والعامل الزمني لا يمكن انه يتم اغفاله، وفي الواقع اللي احنا بنتكلم فيها الناس لسه ما لحقتش تطلع بيانات تشوف ايه اللي حصل تتاكد، وكانوا هيومن رايتس ووتش اشتغلوا خلاص. هقول لك برضو على حاجه، المجال المباراه في مكانين، في الاعلام والراي العام العالمي، ودي اعتقد مهمه حضراتكم كاعلاميين، وعلى الدوله ان ترعى ده وتوجد منبر في قدر من المهنيه عالي جدا يخاطب الغرب، زي الجزيره للاسف اللي هي قاعده بتتكلم انجليزي، يعني عندها الجزيره الانجليش دي شغاله الغرب دايما ما بيسمعش غيرها من عندنا، محتاجين ده وده مش محتاجين على المستوى المصري بس، لا على المستوى العربي كمان، على مستوى الدول التي تسعى لايجاد مكان لها حقيقي تحت الشمس. ده مجال. المجال الاخر المجتمع الدولي القانوني، المجلس الدولي لحقوق الانسان. انا اذكر جيدا في 2014 شاركت في اعداد الملف المصري اللي كان رايح بتقوم بيه المنظمات الحقوقيه في الرد على اللي هيحصل في الاستعراض الدولي الشامل في جنيف. مصر دي آلية دولية بتروح تقدم أمام مجلس دولي لحقوق الإنسان كل 4 سنين قدام الأمم البلاد كلها بتتناقش في حالة أوضاع حقوق الإنسان. فطبعا كان واضح إن دي كانت معركة حقيقية. الحمد لله نجحنا في إعداد ملف رائع جدا، صور وفيديوهات ووثائق عالية جدا. شاء الحظ إن أنا يعني عييت قبلها ب 48 ساعة دور برد ما قدرتش أسافر، لكن الحمد لله المشاركة كانت مجدية. حتى الوفد الرسمي المصري اللي كان مسافر أذكر بكل خير اللي هو أبو بكر كان المتحدث، كان مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، من المستشار عمر مروان برضو، في مجموعة الرسمية والوطنية من المنظمات الحقوقية، عدينا ملف محترم
قدرنا نواجههم بيه واسكتناهم، ده في عز ما كانوا بيتكلموا عن رابعه وان في الاف الضحايا وملايين اللي مش عارف ايه وصيغه المشاغات المبالغه دي. فالمحورين دول لازم نركز عليهم جدا. احنا مهم جدا احنا نتكلم مع المصريين ونقول لهم الكلام ده، لكن انا اثق في شعبنا وبقول ان الاهم ان احنا نرد عليهم في المحافل الغربيه، نرد عليهم في الميديا الدوليه، لازم ده يكون موجود. اعتقد الهيئه العامه للاستعلامات منوط بيها دور مهم جدا في الفتره دي، وانا باشيد بالتغير اللي حصل فيها على مدار كام شهر. طبعا كان في ردود دايما فعاله وسريعه متأكد كمان. متاكد ان هم شغالين دلوقتي على الملف ده، بيراجعوه. انا اثق ان هم بيعملوا ده لان في قدر عالي من المهنيه، وبنؤكد ان احنا مستعدين لاي نوع من انواع المساعده نقدر نقدمها. الموضوع اكبر من ان احنا نستهين بيه، لا، احنا امام تنظيم عالمي يمول ويدعم وله أزرع حقوقية وأزرع إعلامية وأزرع مخابراتية ودول بتروج ليه ودول بتستغل ده للضغط على قضايا إقليمية. مصر بتلعب فيها دور عالي جدا. يا جماعة لازم ناخد بالنا من حاجة، نغمض عينينا لحظة كده ونفتكر مصر من 4 سنين كانت فين والنهاردة كانت فين وعندنا بعد بكرة إيه. لما كنا بنخاف نخرج ولادنا نوديهم المدارس يتعلموا في 2013 و2014، النهاردة اللي عندنا افتتاح بطولة عالمية بعد 48 ساعة ولا بعد 3 أيام. لا، الأمر جد خطير. لازم نحافظ على المكتسبات اللي احنا وصلنا ليها. إذا كان عندنا طموح إن احنا نبقى أرقى من كده، إن شاء الله هنبقى قد الدنيا ونبقى أرقى من كده، بس لازم ناخد بالنا احنا بنواجه مين. بنواجه عدو منظم ممول، تمويل عنده تمويل عالي جدا، عنده أزرع إعلامية زي ما قلت مش هينة. المعركة جد خطيرة يعني. أستاذ أحمد، مواجهة هيومن رايتس ووتش إيه اللي مطلوب؟ جزء من الموضوع قاله الأستاذ صلاح، يعني حط رشوة هيئة الاستعلامات. طبعا وهي بس ده فعلا مجهود كويس الفترة اللي فاتت، يعني فترة من الفترات كنا مسمينها الهيئة العامة للاستعلامات يعني. دلوقتي شغالة كويس وبتواجه برضه السفارات عليها جزء، المكاتب الإعلامية في الخارج. الإعلام زي ما حضرتك برضه أشرت، الاعلام بقى يخاطب الطرف الاخر، مش 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 مش, يعني مش نتكلم على نفسنا. طبعا هنا قنوات رائعه، يعني هنا جزء من المنظومه سي بي سي وسي بي سي واكسترا. لا انا محتاج فعلا شغل، يا ريت نوصل لسي بي سي انجلش يعني. اخبار ان شاء الله يعني، شاء ممكن الله. يبقى في الطموح. لكن فعلا النقطه الاخيره اللي قالها عليها الاستاذ صلاح، احنا مصر واصله لمرحله تخلي اعداء مصر لازم يخافوا داخليا. وأنا مرة اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده، فتحنا ملفات كان محظور نفتحها خالص. يعني ملف لينا 40 سنة كنا بنحلم بيه، ملف في تنمية سيناء محدش قرب ناحيته، ماشيين فيه خطوات يعني أسطورية واسعة أسطورية. من أول رفح اللي فيها 10400 وحدة سكنية بتبنوا في رفح الجديدة إلى مدينة السلام اللي هي شارع بورسعيد، مع يعني 15000 فدان مزارع سمكية، إلى الجنوب البنية الأساسية كلها بتتغير في جنوب سيناء، الى صحراء السرابيوم، الى الاسماعيليه الجديده 342000 نسمه هيعيشوا في 51000 وحده سكنيه بناهم 80000 عامل مهندس ومحاسب، على توزعوا على 200 شركه مدنيه، وزعهم وزعتهم القوات المسلحه ويعني الهيئه الهندسيه، الى الطرق اللي بتتغير، الى مطار المليز الدولي 90 كيلو من خط القناه تحول الى مطار قادر السابر من 1 مليون ل2 مليون مواطن سنويا، الى 36 مصنع رخام، الى 38 مركز شباب جديد، الى اللي احنا قلنا من شويه مستشفى القلب في او وحده القلب اتعملت في العريش. سينا كلها بتتغير، يعني صحراء السرابيوم دي 60 متر تحت. ايوه، ما هي يعني حرب على الارهاب وحرب من اجل التنميه. بالظبط. الملف الاخر ملف النووي، حتى لو كان سلمي انت الضبعه انجزتيه وماشي في امان الله لغايه ما يكمل، ومش بس يعني حتى مش بس هضيف كهرباء، لكن هي التكنولوجيا نفسها لما تدخل مصر ده موضوع مش سهل. ملفات كثيره انت داخله، يعني تغيير مناهج التعليم معركه كبيره ما حدش حاسس بيها، كان محظور على مصر وكان هنا المعونه الامريكيه، في خبراء امريكان ايديهم موجوده في التعليم، خربوا لنا التعليم طوال 30 سنه، النهارده بنغير. فانت فاتحه ملفات كان صعب تفتحيها او تحط ايدك فيها. في الخارج كلها ملفات استراتيجيه. في الخارج اول زياره للفريق البرهان في السودان تبقى لمصر. الفريق حفتر لما يفكر يزور بلد خارج ليبيا يزور مصر، مشير حفتر. لما تحبي، لما اي حد يحب يبقى ليه دور جوه غزه مع الفصائل الفلسطينيه يكلم مصر. فانت في الخارج موجوده في كل الملفات من سوريا الى العراق الى اليمن، وبشكل ما يتاخدش بيه نقطه على مصر. مصر الدوله الوحيده اللي بتتعامل مع الشرعيه في كل الدول. في ناس بتتكلم على الشرعيه في سوريا، لكن في اليمن
مع الحوثيين، في ناس بتتكلم مع الشرعيه في اليمن، لكن في سوريا مع الارهابيين. مصر الدوله الوحيده اللي ليها منطق في السياسه الخارجيه وليها قيم اخلاقيه ومنضبطة. مش موجوده. ربنا ياخذ مصر مما يحاك لها. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد. بشكر حضرتك استاذ صلاح سليمان المحامي بالنقد والحقوقي، اهلا بحضرتك وشكرا جزيلا لحضراتكم. وهذه القراءه في الاحداث الحاليه، بعد فاصل قصير نستكمل معكم هذه المتابعه، ابقوا معنا.